قال له حبيبي ازيك عامل ايه يا نجم اي حاجه. انا في الغالب بعمل كده دايما، فبقول له يا اخويا او حبيبي كده صاحبي، انا بمشيها اي كلمه وخلاص. في الغالب بقول له يا محمد لان هو اسم شعبي جدا، وممكن يمكن تظبط عادي يطلع اسمه محمد فعلا. مش بنادي، او انا شافتني سلمت عليا نسلم ونحضن ونبوس، بعد كده بقول له صاحبتي مين دي. مين الولاده دي؟ يا نجم عامل ايه مثلا، او ايه الاخبار وكده، بس اقول له يا نجم عامه. اقول له يا عبد. هقول لها بجد انت وحشتيني، وانا اصلا معرفش. بص انا لو ما شفتهاش بقالي كتير فاستغرب، هقول هي مين دي، واحده جايه تسلم عليا انا ما اعرفهاش انت مين، فهسلم عليها عادي وكل حاجه، بس ممكن بعد ما تمشي افتكرها، يمكن انا فاكره اسمها بس نسياها. بس قول له يا اخويا كابتن. انت كنت فين كل ده؟ ايوه اصل انت كنت فين يعني كل ده كنت فين، وافتكر اسمها عشان انا بنسى الاسامي بسرعه، بس لو هي قريبه مني جدا 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 مستحيل انساها الصراحه. انا دي لو اقول له ايه يعني، ممكن يا كابتن يا اخ يا استاذ اللي ماشي كده.